طلال، مساء الخير. مساء النور ماي لوفلي سيستر داليا احمد، هاو ار يو؟ انا كثير منيحه الحمد لله. يا اخي ليش انجليزي؟ ما عم نشتغل على حالنا. طيب اوكي، خبرني يعني من الاسبوع الماضي لهالاسبوع كيف وضعك؟ شو اللي باسطك؟ شو اللي زعجك؟ شو اللي مضايقك؟ عم بوقف على خاطرك انا. نار نار نار، بس في خبرين، قولي لي بأي ببلش، في المنيح وفي العاطل. لا العاطل هو يعني صار من اساسيات حياتنا، يعني اذا في عندك خبر منيح اعطينا اياه. بلش بالمنيح. يس. اليوم موضوع الحلقه شوي جدي، فاخذت عهد على حالي انه ما سب نهائيا ولا تقطع ولا كلمه بذيئه بالحلقه. الله اكبر عليك، الله اكبر، الله اكبر. يور هابي جدا. الموضوع الثاني العاطل، ايه انا قطعت العيشه اللي عايشينها بلبنان. يا ابو طلال يا ابو طلال، هلا رح فاجئك بشغله. ايه، لاول مره بتاريخ فشت خلق. ايوه، هيدا الحكي كله اللي حتسمعوه على مسؤوليتي انا. لا انت متاكد؟ على مسؤوليتي الشخصيه انا، لانه موضوع حساس وانا عم بنقله من الى على مسؤوليتي. ديركت تو ذا بوينت. ايه ماشي. القضاء اللبناني. ايوه، اليوم القضاء اللبناني. أيوة. مش فلم مناقش. يعني اكيد القضاء الذي نجله ونحترم، بس مش فلم مناقش. يعني انا ما فيني اذا ما اكلت اليوم هاني هالعجينه ايدي باكل بميل الثاني، صح ولا لا؟ لا يستبدل، لا بديل. ماشي. طيب انت كقاضي يا حضره الاستاذ ايا كان بالجسم القضائي، فيكس تنزل على مكتبك مثلا بلا مصاري تمضي هالورقه، تجيب مثلا ملف ابو طلال الصيداوي تطلع فيه قاتل عامل ناهب مخدرات تقواص ما بعرف شو، تحاكمه وتكبه يا بالحبس يا برا؟ ما حدا من الرأي العام يطلع يقول لي انت ضد الجيش وضد الدولة. انا مع الدولة ومع الجيش ومع اي سلك عسكري، بس ولكن يا اخوان يا جماعة، انا اللي عم اقوله القضاء يطلع ويحكم هالعالم اللي قاعد 6-7 سنين بالحبس. انت اليوم يا حضرة القاضي اذا بنته سقطت بالجامعة، بتعرفيش اول كلمة بتقول بنته؟ يا الله ضاعت سنة من عمري. طب اللي قاعد 4 سنين و6 سنين و7 سنين هذا كان شو مين عم يحكي فيهم جوا؟ ولا حدا. لا دواء، موتر موتر. لو بدي روح فيها للاخر، لو بدي انا حبس انا بكره، بتصيري انت بتقولي حاكم ابو طلال على قضاء اتحرك، عشان انا اللي حاكل رناجر وكفوف جوا. يا جماعه اسلاميين طرابلس، اللي مش بتعدي على الجيش واللي مش مقوص على الدوله واللي مش غلطان بحدا حاكموه فلله، اللي مقوص حاكموه. نحن مع القضاء ومع القانون. بدي اسالك سؤال. نعم. هلا واحد مرته لا تنجب اطفالا، يعني صار لها 3 سنين 4 سنين، وثاقبت بهام ليله حبلت وانجبت. طب هذا الزلمه تحمس، في بوشه 600,000 دونم ارض فاضي، تحمس ظهر طلق له طلقتين بالهواء انه ابتهاجا انه مرتي خلفت، قد ما مبسوط بروح بيقعد 3 سنين و4 سنين. جيبوه حكمه دفعوا ما بعرف، خدوا منه سلاحه واسطوسه اذا قدرتوا، يمكن يكون تابع لحدا، بقول لكم خدوا كمان ما بعرف اذا قدرتوا يعني، بس انه جيبوه حكمه. يا جماعه ثلاث ارباع الشباب اللبناني يا موقوف بالسجون بلا حكم مظالم، يا هربانين مشان ما ينزل عقاب. بعدين تعال اقول لك، كل واحد بيعمل مشكل بلبنان ايا كان على اي صعيد من الاصعده، بتعرف ايش اول كلمه بقول لك؟ واجهيني بقضاء نزيه لانزل اتحاكم. طب لا لا يا حضره الجسم القضائي كلكم على مسؤوليتك. على مسؤوليتي انا، بس انه ليش هالكلمه؟ انا اليوم اذا غلطت غلطه بروح بتحاكم، بوقف في وجه القاضي، بس اكيد انا بكون مفوت معي شو 600,000 حدا، خطره شوي يعني، صحته خطره. ماك فاللي عم بنقوله موقفين عبره. طيب موقفين عبره من امتين المشكل؟ انا لا عم اقول لا مع ولا ضد، ركزوا منيح الراي العام عشان ما تطلعوش تشوشوا على اللي خلفنا مصطيقين. انا عم اقول اللي قوص على الجيش اللبناني واثبت، او اللي قتله واثبت، حبسوه اعدموه، اعملوا الحكم اللي ما بعرف اللي يليق به. بس ولكن يا جماعه من الكفر، العالم قاعد بالحبوسه 4 و6 سنين، وقفت حياتها. والله العظيم حرام حد يحكي فيهم لهالعالم. وانا كواحد مسؤول من بمبر اعلامي مثلي مثل الزميل مارسيل غانم، انا المفروض وجه. كمل كمل. لا اتحكت على مارسيل غانم؟ لا لا، على الكلمه قصدي، معناها صديقه. انا مش المفروض انا اعلامي؟ انت صديقه لمارسيل. صديق مارسيل وصديق ديما وكلهم الحمد لله، يعني صديق مارسيل وديما كلهم الحمد لله، احنا جسم اعلامي، احنا وصفتنا نوصل المسج من الى. انت هيك صديقهم يعني؟ ايه. انا بكره ان شاء الله واعدين بيت الخياط يعملوا لي بروجرام يسمعوا فيه فشة خلق مع هلا شو، مشان انا شافوني بريزنتر بقدم، صح كمان تعمل الاثنين بواحد. اثنين بواحد. انت ليك شو مشكلتك مع زميلنا جورج؟ بغار منه. واضح بغار منه. واضح يعني اعلامي مخضرم عتيق بيعرف كيف يسحبها من تم السبع. بس المشكلة انك انت ما فيك تاخذ مكانه. ماشي ابو طلال.
فاللي بدنا نقوله يا أخت دايما ايوه الزبده الزبده اللي بدك تقوله، يجب على القضاء اللبناني يتحرك ويظهر كل هالشباب اللي واقفه ظلم، حرام عليكم والله حرام، هيدي بتلاقوها مع ربكم كبيره، مش بعلبه سيجار قضاء ولا بتليفونات ولا بمبلغ ولا بمصاري ولا بشيء. تزعلوش مني، بعض القضاة انا عم بحكي يعني مش مرتشين كمان، كان لما يقولون شيء مش قايلينه. انا اللي قصدي اقوله بلا الكادويات بتلاقوها مع الله سبحانه وتعالى كبير كتير. في عالم البنت ناطره بيا والام ناطره ابنها، حرام عليكم، اتحركوا شوفوا هالشباب شو ملفاتها، واللي ما عليه شيء فللو، واللي عليه شيء بروه منيح. والحكي لاول مره على مسؤوليتي انا.